لكن لما الراجل يوصل لمرحلة الكرش وتقول بيبقى صلبي بقى زي كرة الكفر. طبعا يعني مش طايح بيبقى بيبقى ناشف طبعا. ده من العادات السيئة الغلط. بصي هو بصراحة هما احيانا انت تعذريهم يعني تاني الراجل يعني شغال طول اليوم وبيرجع بالليل وجبته الرئيسية والأساسية بيبقى هو ايه الوجبة بتاعت العشاء ياكلها وينام. طبعا يعني دي اول حاجة غلط بتتعمل ان احنا بناكل وننام. احنا بننصح دايما انا بنصحه بحاجة بسيطة جدا. انت طول النهار في الشغل بدل ما انت هتاخد الوجبة الرئيسية بالليل لا احنا نحاول نقسمها. يعني ايه نقسمها؟ انا مش هقول له بقى امسك اطباق سندوتشات بتاع خيارة في كيس ياكلها تمام خس حاجات كده تخليه طول اليوم هو بياكل فجسمه بيحرق فيجي بالليل مش هيدب الدبة التمام اللي على تفتحي ثقافة تاخد معاه سندوتشات واخد معاه لانش بوكس بالظبط. يا ريت. على فكرة انت عارفة في دول العالم كلها بيعملوا كده لما بيبقى عدد ساعات العمل بتبقى طويلة قوي بيبقى معاه اللانش بوكس بتاعه بيبقى معاه سندوتشاته يهتم بفطاره قبل ما ينزل لو هو مش صعب ان هو ياخد اكل معاه في شغله يهتم بفطاره كويس قوي ولو هياخد سناكس حاجات بسيطة عارفة انت بتبقى فيها حاجات بسيطة كده منطولة لو عدى احنا دلوقتي عندنا ممكن تعدي على سوبر ماركت كده او البنزينات ساعات بيبقوا حاطين طبق سلطه لطيف لو خده بيحرق معاه هو بياكل بيشبع وبيحرق هيرجع بالليل لو هياخد كميه قليله مش هيقدر ياكل اكتر من كده. طبعا احنا النهارده فيتارم بنساعده بقى على القصه دي يعني احنا جايين النهارده عشان نقول له مش هتتعب التعب ده كله. انا جايبه لك فيتارم. قبل ما ابدا اقول له ازاي هيستخدم فيتارم احب اقول ان احنا النهارده عاملين مفاجاه طبعا لفيتارم زي المره اللي فاتت ولا اكبر؟ لا النهارده اكبر خصم 60% بس ده لحد الساعه 11 بالليل بس لحد الساعه 11 بالليل يعني مش الا 17 بالليل هيكون العرض الاوفر بتاعنا كان هيبقى خلص فده يعني حلو وفي مفاجات تانية هنقولها في الاخر ان شاء الله. هيبدا احنا بنقول ان فيتارم بتاعنا بناخده الصبح بناخد الاعشاب الصبح على الريق وبعد كده بناكل بنفطر يهتم بفطاره قوي. الفطار ده مهم جدا الفطار ده اهم وجبه على فكره على مدار اليوم لو اهتم فيها بالبروتينات والالياف خدها كويس هو كده وصل لجسمه الفيتامينز بتاعته. هياخد القرص اللي مليان بالفيتامينات اللي مليان بالاعشاب اللي بتغذي الجسم اللي بتساعده على حرق الدهون وهيفطر الكميه بتاعته القليله لان الفطار مش هيديله الفرصه ان هو ياكل كميات كتيره على مدار اليوم مش هيحس بالجوع. هيجي بالليل هياخد هيجي ياكل هياكل كميه قليله ان هو مش هيحس هو خلاص فيتار ملى معدته تماما. يعني فيتار بيملى المعده طول الليل تماما ليه؟ لعنصر الالياف اللي موجود في القرص يعني هو واخد الياف رهيبه. انت لو كلتي شويه شوفان بيبقى نفش في بطنك. القرص ده انا جبت لك غني بالفيتامينز مليان اعشاب رهيبه احنا لو كلنا شويه جرجير وكرفس وبقدونس خلاص بطننا اتملت. انا جايبه لك كل العناصر الغذائيه الالياف الاعشاب الفيتامينز اللي جسمك محتاجها فما بيحسسكيش بالجوع فده مهم جدا. فانا بساعدك يا راجل بكرشك ده انك انت هتخس هتخس هينزل هينزل بس انت ساعده واحنا هنساعدك. يعني ايه ساعده واحنا ما يبقاش وجبتك الرئيسيه بالليل لا نحاول ان احنا على مدار اليوم نقسم اكلنا شوية ناخد سناكس بسيطة على بالليل انت مش هتحس بالجوع اللي يخليك توصل ان احنا ناكل.